استاذ تامر دويدار المدير التنفيذي لأويست، اهلا بحضرتك، برحب بيك النهارده. اهلا وسهلا، شرفتونا في أويست. عايزك تكلمني عن استضافتك لمنصه سيني جونا النهارده، وتكلمني عن يعني تشجيعك ده، وايه البلان اللي المفروض تتعمل الفتره الجايه. راسكم دايما بتشجع الصناعه، بتشجع صناعه السينما والفن والثقافه والرياضه وكل البنيه الاساسيه المجتمعيه اللي بنحتاجها في مصر. بنعمل مهرجان الجونه في مهرجان السينما في الجونه، ومنصه سيني جونه هي الاساس بتاع اساس الصناعه، هو ده اللي بيخرج منه كل الاعمال الفنيه اللي احنا بنشوفها بعد كده في المهرجان بتخرج من سيني جونه. احنا حابين ان احنا نكمل اللي احنا بنعمله، مش بس يكون في اسبوع واحد في السنه في الجونه، بالعكس احنا كمان ننقله في أويست ويحصل على مدار السنه كمان. يعني انا سمعت ان في بلان المفروض من بكره هيبقى يكون في ورش وهيكون في حاجات كده، كلمني عن البلان دي بطريقه صحيح. احنا الثلاث ايام اللي جايين في ورش كل يوم بتحصل، وفي الاخر اللجنه الفنيه لمهرجان الجونه بتختار بعض الاعمال والافلام القصيره اللي احنا هندعمها ماديا ان شاء الله علشان تنفذ وتتعرض بعد كده في المهرجان، في مهرجان السينما في الجونه. نورتنا.